قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان تحرير نشاطي نقابات واتحادات مهنية كان قد أوقف عملها في الأيام الأولى بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وشمل القرار كل من النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي على يسر مفعوله من تاريخ التوقيع عليها. من جهتها عدت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان قرار المجلس العسكري هذا ردة تخدم أجندة الثورة المضادة والعودة إلى مربع الطغيان.